السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء نور زميلي الاخضر باريش، تحية لك ولضيوفك ولمشاهدينا الكرام متابعين عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الهام من مواعيد الكرة الاوروبية، اغلى واعرق وامجد المسابقات تشامبيونز ليج دوري الابطال لموسم 2020-2021. وموقعة المانشستر بعد ما تابعنا قبل اسبوع مباراة الدربي البارك دي برانس والاسبقية قبل هذه المباراة بالنسبة للسيتي بهدفين مقابل. نيمار يفتح المجال بعيد على فلورينسي، بعيدة تماما على فلورينسي، تخرج بعد ذلك إلى رمية جانبية. نسجل كذلك اليوم العودة لعبدو ديالو، استلم من نيمار، نيمار، نيمار يسددها، ودي ماريا يسددها. ضغط في هذه اللحظات، هذا السيناريو مشاهدي الكرام كان منتظر لرفقي اللاعب. ترجع مرة أخرى لعبدو ديالو، خطيرة فيها ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء يا بيونيا كوبيرس. نعم الحكم لم يتردد ولو للحظة في الإعلان عن ضربة جزاء بعد لمسة اليد، عن ضربة جزاء، ولكن بعد التدخل والفار يتأكد، نعم كما يقول ويؤكد أيضا الحكم بيون كوبيرس بأن الكرة لمست الكتف وليس يد لاعب زيتشينكو كما أشار إلى ذلك المدرب بيب غوارديولا. يلا من سبع دقائق سريعة مثيرة يضغط فيها عناصر نادي باريس سان جيرمان، نعم في محاولة للرد على نتيجة مباراة الذهب. تولى ولا زالت موجودة الفرصة، جول رياض محرز يعود من جديد، فعل رياض، عاد رياض ليسجل ويمنح الأسبقية للسيتي كما فعل في مباراة الذهاب. هو يعاود الكرة مرة أخرى، يا من انطلاقة، وأي انطلاقة للسيتي، 2-1 في البارك دي برانس، ويسجل الأسبقية هنا بأرضية ميدانو. هنا انطلاقة، هنا اللمسة، هنا المتابعة.